الرؤيه المستقبليه السلام عليكم ورحمه الله قسموا الزمن الى ثلاثه اقسام ماض وحاضر ومستقبل بعضهم يقول ان الحاضر وهم لان الدقيقه التي تمضي عليك وتفكر فيها تكون قد اصبحت من الماضي فهناك ماض اكيد وهناك مستقبل اكيد وهناك حاضر اذا اطلنا مده هذا الحاضر اكيد هناك حاضر زمني نحن مامورون دائما ان ننظر الى المستقبل تماما كما يفعل طبيب الطوارئ حين يؤتى طبيب الطوارئ بمريض ينظر في حالته بشكل مستعجل ثم يقول لاهله القضيه بسيطه اجلسوا ساعه حتى نعطيه بعض المغذيات بعض المنشطات حتى يرتاح ثم تاخذونه معكم او يقول لهم ادعوا له فامامه اربع وعشرون ساعه خطره فاذا نجا منها سيكون بخير ان شاء الله طبيب الطوارئ هنا نظر الى الحاله ولكنه يتحدث عن المستقبل وهكذا نحن ينبغي ان نكون نسخر الماضي ونسخر الحاضر من اجل المستقبل المسلم مستقبلي بطبعه مستقبلي بفكره مستقبلي بعقيدته لانه من وقت البلوغ الى الوفاه يطارد هدفا واحدا هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى وبالتالي فهو يحرم نفسه من اشياء كثيره ويحمل نفسه على اشياء كثيره ليس تلبيه لحاجات الواقع ولكن تلبيه لحاجات المستقبل نحن ايضا في شاننا الدنيوي في حاجه الى النظره المستقبليه وقد تبين بما لا يدع مجالا للشك ان العمر يضيع سدى وان الوقت يضيع سدى وان الامكانات الهائله تهدر وان القدرات والمواهب تهجر بسبب ماذا بسبب شيء واحد هو عدم وجود اهداف مستقبليه لدينا اذا اردنا أن نستفيد من الإمكانات ومن الأوقات ومن المواهب فيجب أن نضغط عليها باستمرار بأهداف مستقبلية. النظر إلى المستقبل يقينا بإذن الله عز وجل يقينا من المفاجآت. يقينا من الأشياء المباغتة. النظر إلى المستقبل يمنحنا التوازن في التعامل مع الواقع. نحن حين نكون في رخاء وفي خير وفي نعيم قد يؤدي بنا إلى البطر وإلى التسلط ننظر إلى المستقبل فنجد أن ما نحن فيه مؤقت قد يدوم خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين ثم سنضمحل نحن ويضمحل هو وبالتالي فنظرتنا إلى المستقبل تعصمنا من البغي تعصمنا من البطر والاشر والكبر والتسلط وقد نكون في ازمه وفي حاله ضيق وفي حاله شده وفي معاناه ننظر الى المستقبل فيتبين لنا ان ما نحن فيه من شده مؤقت وسياتي فرج الله عز وجل وستاتي معونته الرؤيه للمستقبل والنظر للمستقبل يعني التخطيط للمستقبل يعني ان ناخذ المستقبل بعين بعين الاعتبار. وهذا يعني ان ننظم امورنا بشكل بشكل جيد. ننظم اوقاتنا بشكل جيد، نستخدم مواردنا الشخصيه والماليه بشكل جيد، وهذا كله من اجل كسب المستقبل، من اجل ان نربح في المستقبل، والله عز وجل اوصانا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله فالنظر الى الغد هو نظر الى المستقبل ومن خلال النظر الى المستقبل نتعلم كيف نستفيد من الماضي وكيف نستفيد من الحاضر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته